لي بقى التكريم والعضوية، ده قول لي ده بقى. شيء يعني يعني اسعدني جدا جدا جدا. التكريم ده اسعدني جدا ان سيادة المستشار مرتضى منصور استجاب بسرعة لهذا المطلب، فعلا يعني راجل انسان فعلا، ان يقدر المتفوقين، ربنا يديله الصحة. فعلا شيء كان فارق في حياتنا فعلا هذا التكريم. انا مبسوط جدا ان اكون في وسطكم النهاردة. كيلو بيقول لي انا كمان مبسوط من ناحيتين، الناحية العلمية كمان، ودلوقتي بقى الحاجة اللي انا بحبها بالظبط، موجودة. يعني كيرو بصراحة من زمان فعلا هو يعشق النادي الزمالك، بحبه جدا. هو كمان عن اقتناع. لا عن اقتناع كامل، عن اقتناع كامل، حتى بيقول تعبير حلو ان حتى في فترات اخفاق الزمالك تمام هو بيكون فخور اكتر كمان، ويتمنى له كمان ان يعدي فترة الاخفاق ديات لفترة صعوده. حاليا الزمالك يعني ما شاء الله ما شاء الله، ما يعني شاء الله ربنا عظيم، تكمل ربنا على خير بإذن يكرم الله. ان شاء الله. هو خد الكاس وان شاء الله ربنا يكرم بإذن الله ويوفق الجميع ان شاء الله لمصلحة كمان مصر كلها والرياضة في مصر بإذن الله. وربنا يديكم الصحة. وفعلا انا سعيد جدا، مش قادر اعبر عن لا مدى قول بقى، انا السعادة. معانا في كفاية ان القناة، انا اكون في وسطكم قول لحضرتك براحتك اللي انت عايز تقوله، انا انا معاك. منتهى السعادة فعلا ان انا اكون في وسطكم النهاردة وفي المحفل العظيم ده وفي نادي الزمالك العريق تمام. وبنقول يا رب يكرمكم ان شاء الله ويكون افضل نادي في العالم كله كمان. ربنا ربنا يكرمكم. يسعدكم ان شاء الله، وشكرا خالص على التكريم لا الجميل بالعكس، جدا يعني ده جدا جدا. حاجة بسيطة جدا لا يعني بالعكس، كيلو. ده شيء رائع جدا جدا، وربنا يكرمكم. وبشكر مرة تاني كمان سيادة المستشار مرتضى منصور، وبشكر سيادة المهندس محمود سالم مرة تانية، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألمونيوم ورئيس نادي الألمونيوم كمان. تمام، رياضي كمان راجل ما رياضي شاء الله. طبعا، رئيس نادي الألمونيوم مهندس محمود سالم، وهو راعي الرياضة في نادي الألمونيوم كمان، وبيطور في نادي الألمونيوم الأيام ديت، ربنا يديله الصحة. وهو بيدعمنا باستمرار على فكرة، يعني هو كان سبب من ضمن الأسباب إن كرولس يكون من المتفوقين.